سيدريس، انت من الناس اللي ورثتي هذه الصناعه التقليديه ابا عن جد وتعلمتيها وحافظتي عليها، وانت هذه سنوات وانت كتعمل في هذا الميدان هذا، شنو يمكن لك تقولنا على هذا الميدان في هذه السنوات الاخيره؟ واش باقى الصناعه التقليديه ديالنا في المغرب في الرونق ديالها بحال اللي كانت؟ واش باقى ماشيه؟ تكلم لنا شويه على هذا الموضوع ديال الصناعه التقليديه. اول حاجه انا اللي غنقول لك ربما نقدر نتكلم لك على الدومين ديالك اللي هو الفخار. بالنسبه لهاد السنين الاخيره يعني ما بقاش شي اقبال كما كان يعني قبل التسعينات، وده ما بقاش شي اقبال دابا يعني انسان تيخدم من اجل العيش، اما زعما باش يزيد يدير شي حاجه او لا ما كنضمن لك الصراحه. هي هذه ان الوقت شويه مزيره وما الناس المسؤولين الله يهديهم خصهم ياخذوا باليد ديال هذا القطاع وبهذ الناس اللي خدامين في هذا القطاع، ان هذا القطاع ربما تنقول انا راه يقدر يزيد واحد الفتره معينه يعني وينقرض. ولكن ما كاينش زعما شي حلول اللي يمكن لها تنقذ هذا القطاع ديال هذه الصناعه هذه؟ الحلول علاش غنقول لك؟ بالنسبه لنا حنايا دابا حنا كنشوفوا بحال دابا الصناع ما بقاوش عندنا الصناع، يعني الناس اللي كانوا قدام هما اللي باقيين لحد الان شادين تشبتين وخدموا في هذا القطاع هذا، يعني الا مشاو هاد الناس هادو صافي اذا الحرفه انقرضات. يعني بالنسبه لواحد الوقيته اللي كان عقل باقي صغير كان الدراري يعني في ما شنقول لك الوقيته ديال العطل ديال المدرسيه في 3 شهور كانوا الدراري تيجيو يعني تيتعلموا رغم انهم تيجيو تيقول لك حنا بغينا نخدموا هاد 3 شهور هذه باش نشريو يعني ادوات كتبه هذه، وفي نفس الوقت تيتعلموا، ويعني فيما كتجي عطله تيزيد يزيد شويه بشويه تيولي معلم، يعني في نفس الوقت يقرا و تيبدع في هاد المسائل. دابا حاليا لا، دابا ما بقى حتى شي واحد يتعلم جامي. دابا قلت كما قلت لك في الاول الا مشاو هاد الناس يعني صافي كل شيء غادي يوقف، يعني دخل لي ماشين ما بقيتيش عاوتاني صانع تقليدي، وحنا تنحاولوا نديروا مجهود باش تبقى نحتفظوا على هاد يعني على هاد الصناعه هذه ديال الصناعه التقليديه ديال الفخار. ربما من القدام كنتمناو ان عندهم تنقولوا حنا عندهم مستقبل والله اعلم، نتمناو من الله ربما الى هاد المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار هاد القطاع هذا ويدعموا لنا شويه ويوقفوا معنا شويه باش يعرفوا راسهم فين غاديين. ولكن كنشوف سيدريس انه كاين واحد الرواج عندك في المعمل هنايا، كيفاش زعما تدير باش تخلي هاد المشروع ديالك يتمشى؟ راه المشكل دابا ان تيقول لك يعني واخا هذا المثل ما تينطابقش مع سميتو يقول لك تبع حرفه بوك لا يغلبوك، هذا يعني انا ما كنامنش بهذا سميتو. حنا تبعنا هذه الحرفه وبكل صراحه ولينا بحال ندمنا. ها انت دابا ما كتخليكش دابا غير الحرقه ديال الصناعه ما يمكنلكش تجلس، كتقول واخا نتعاونوا شويه يعني ونبدعوا شويه ربما اليوم غدا غادي تحسن الامور اليوم غدا، وهاد الامور ما بغاش تحسن والله يصاوب الجميع. هادشي اللي كاين. انت مؤخرا السي ادريس شفت بالله انك في المعمل ديالك انك عندك واحد شراكه مع واحد الفنانه سميتها فاطمه الجراري، وكيفاش تلقيتي هاد العمل معها وهاد الاشتغال معها؟ هي فنانه ديزاينر ستيليست، وهي جات تصاوب شي حوايج هنا وبغاتهم يكونوا بالصناعه التقليديه، كيفاش تلقيتي هاد الموضوع هذا؟ اول حاجه ملي تلاقيت مع ديك السيده وهضرات لنا على المشروع ديالها قلنا علاش ما نزيدوش نزيدو واحد الاضافه حنا يعني لهذا الشيء اللي عندنا، رغم ان هذاك الشيء غادي يخص ماشي غير انا كصانع تقليدي اللي غنخدم فيه، كاينين ناس اخرين. في الاول تيخصها فنان كما قلت لك، وخديت بيديها وديتها لعند واحد الاستاذ واحد الفنان ديالنا السي احمد القدادري، يعني خدم لها هذوك لي زارتيكل اللي بغات، ومن بعد عاد جات المرحله ديالنا حنايا كصناع تقليديين في ابداع يعني الزخرفه والابداع وداك الشيء تقليدي. من تما عجبتنا حتى حنا صراحه عجبتنا الفكره مشينا معها، وحنا الحمد لله باقين معها. ما كتشوفش بلي هذا النوع من هاد الشراكه زعما يمكن له يزيد بنا القدام للصناعه ديالنا التقليديه؟ يكون تعامل قوي ما بين فنانه وما بين صناع تقليديين زعما متمرسين بحالك مختصين في هذا الميدان. بطبيعه الحال ان يد الله مع الجماعه،
الانسان الانسان الا واحد يعني عنده واحد الفكره وجابها وريح معاه مع صانع تقليدي وريح معاه فنان يعني راه من طبيعه الحال غادي يخرج بشي شي يبدع شي حاجه اللي هي زوينه. اما الانسان الا كان غادي تيقول انا نخدم عيب بوحدي ما غاديش يوصل. يعني كما قلت في الاول هذاك الاستاذ هو فنان يعني وعنده درايه في هذه المسائل ديال الفن التشكيلي وبزاف ديال الحوايج. ابري غادي ندخل عليهم بعض التحسينات ديالي انا كصانع تقليدي يعني غادي نعطي واحد نموذج اللي هو غادي يكون ربما جديد على 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 الحرفه. لما علاش لا كما جات هذه السيده هذه ربما كان ان شاء الله غنتعاونوا وتنظن انا عندي احساس ربما غادي يكون ان شاء الله نتفائلوا خير غادي يكون الخير ان شاء الله.